ظل نوح يدعو الناس لتوحيد الله وترك عبادة الأصنام. ابتعد عنا أيها المجنون واذهب لبناء السفينة في الصحراء. أنت من جعلت من صديقتي والها امرأة تعيسة بأفكارك هذه، فانصرف عنا، انصرف، هيا. واستمر هذا الأذى لنوح عليه السلام وأتباعه طوال فترة دعوته للرجوع عن عبادة الأصنام والدعوة إلى الدخول في دين الحق. هيا بنا لنذهب إلى هذه السفينة ونسخر من نوح. هيا يا أخي اتبعني بالأخشاب حتى نساعد والدنا في بناء السفينة. أنا معك يا أخي يافث، لا تقلق. يا له من يقين كبير لدى أبينا يا حام. إن أبانا يا يافث هو أول الرسل. يجب أن نعمل مع أبينا بكل جد، وأتمنى أن يأتي اليوم الذي يصدقه الناس ويؤمن بدعوته. وهكذا ساعد أبناء نوح أباهم في بناء السفينة، حام وسام ويافث، فهم مؤمنون برسالة أبيهم عليه السلام. أما عن كنعان، طاب صباحك يا عمي قطار. طاب صباح الأميرة الجميلة هوزاء. أرى أنك ترهق نفسك يا عمي. هذا عملي ابنتي، وأنا أنال عليه أجرا أعيش منه أنا وزوجتي قويسة وولدي مهدي. عمي قطار، أين مهدي؟ لم أره اليوم. هو مريض بالبيت، يشعر ببعض الحمى. ها؟ مريض؟ نعم يا ابنتي، مهدي هو سندي في الحياة، أنا وأمه قويسة، هو نور عيوننا. أريد المال، أريد أن أكون ثرياً، أريد أن أكون سيداً مثل السراجي والسامق، أريد العزة والجاه والسلطان. يا ود، يا سواع، أعطوني مالاً وسلطاناً لأفعل ما أشاء في هذه الحياة. ماذا، أنا فقير، أريد أن أكون غنياً، أتزوج أميرة وأنجب أمراء وأعيش في قصر كبير. أعطني يا ود ما أريد، أعطني يا إلهي ما أريد. ماذا تفعل يا كنعان وأنت ابن أول الرسل نوح عليه السلام، نبي مرسل بالحق والهدى؟ كيف تجرأت على أبيك وتركت عبادة الله الواحد الأحد
وتوجهت لعبادة الأصنام والأوثان. حقا قل إن الهدى هدى الله. واستمر هذا العذاب طويلا سنوات تلو سنوات، ونوح في دعوته لم ييأس ولم يتراجع أبدا رغم مرور مئات الأعوام على ذلك. الحمى تزداد يا أمي، قلبي يتمزق خوفا عليك يا ولدي. سأضع لك قطعا من القماش المبلل. من؟ تفضلي تفضلي. سلامتك يا مهدي، ماذا بك؟ أتأتين بنفسك يا مولاتي إلى هنا للاطمئنان على خادمك؟ خادم؟ لماذا تقول هذا يا مهدي؟ نحن أصدقاء، أتذكر؟ هل للسحاب أن يصادق التراب؟ وهل للنجوم المضيئة أن تصاحب النكرات؟ لا تقل هذا يا مهدي، أنت شاب مكافح تقوم بواجبك تجاه نفسك وأبويك. وماذا لو أحب الشاب المكافح الأميرة؟ لو أحب الشاب المكافح الأميرة فليتقدم للزواج بها. إنها حكايات الأطفال يا أميرة الجميلة. ومن أين تأتي الحكايات؟ من الواقع. لكن الناس في الواقع درجات يا مولاتي الأميرة، فلا تنزلي من عرشك من أجل صغرك في نظر أبيك الأمير. هل تريد طبيب القصر؟ لقد جئت فقط لأطمئن عليك. أنت مثال للبنت المهذبة، مثل أمك التي رحلت وأنت طفلة. ومن الذي رباني بعد موتها يا أمي قويسة؟ أنا من قمت بهذا يا هوزاء. إذن فأنت الأميرة يا أمي.